كم يكون الوقت ممتعاً عندما أمرح معكما؟ أنت محقة، نحن الثلاثة سعيدون جداً. أجل، هذا صحيح، نحن الثلاثة. سوزي، ما الأمر؟ كنت أظن أنه قد تجاوز هذه المرحلة. أبي، لماذا تبدو حزيناً هكذا؟ لقد تذكرت أمكما مجدداً. أشعر أنني اشتقت إليها لدرجة كبيرة. ها نحن معك الآن، ويمكن لأمي أن تعود في أي لحظة. لقد كان ذلك منذ زمن بعيد، وحالياً ليس لها أي علاقة بعائلتنا. أنا ما زلت أحبها واشتقت لها. أبي، أبي، إن رغبت فسنحضر لك أي شيء لذيذ كي تنسى الحزن قليلاً. ستحضرين شيئاً لذيذاً؟ مثل ماذا؟ هل تقصدين فطائر المربى مع الكرز المفضلة لدي؟ أجل، هكذا تماماً. حسناً، سأذهب بنفسي لإحضارها. بالطبع، وأنا سأقوم بتجهيز نفسي للذهاب إلى التسوق. سوزي، انتظريني. سوزي، قلت انتظريني. لا، مرحبا يا سيدة، كيف يمكنني مساعدتك؟ أهلا، يلزمني ثوب أبدو فيه أجمل امرأة في العالم كله. أظن أنك بحاجة إلى هذا الثوب. هل تمزحين معي؟ غير معقول، إنه ليس جميلا أبدا. كما تريدين. ما رأيك بهذا الثوب إذا؟ كيف يمكنك أن تعملي في هذا المجال؟ إن هذا الثوب لا يناسب ذوقي أبداً. أعذريني، ولكن لم تحددي لي حتى الآن أي ثوب تريدين. أظن أنه لدى الناس أذواقاً مختلفة. من المفترض أن تعرفي حاجة الزبون من اللحظة الأولى. ثم بأي حق تتحدثين مع زبائن في هذا المكان أيتها الفتاة؟ أنت أول زبونة لدينا. يكفي، لا أريد سماع أي شيء منك، لذلك سأذهب الآن وأشتكي عليك إلى مكتب الإدارة. اذهبي حيثما تريدين، فأنا لست مخطئة. يا ليتني أصبح مليونيرية، عندها سأكون أفضل منهم بمعاملة الآخرين. سوزي، ماذا تريدين؟ ما الذي يحدث لوالدنا؟ إنني لا أفهم تصرفاته. إنك محقة في ذلك، حتى أنني لا أعرف ما الذي يجب علي فعله. أظن أنه لدي خطة جيدة. وما هي هذه الخطة؟ يجب أن نجد امرأة أخرى ونعرفه عليها حتى يحبها وينسى أمي. أين يمكنك إيجادها؟ وأنت تعرفين أن والدنا لم يرغب بالتعرف على أي فتاة، وخاصة في آخر 3 سنوات. هذا صحيح، لقد نسيت هذا الأمر تماما. أعرف ذلك، ابحثي عن فكرة أفضل. ربما نعرفه على إحداهن بطريق الصدفة. إيفا، لا أظن أن هذا سيجدي نفع. عليك الموافقة فقط وأنا سأتصرف. حسناً، موافقة. مرحباً سوزي، هل نذهب؟ بالطبع، إنني جاهزة. إلى اللقاء يا إيفا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا فتيات. يا للهول، لقد تأخرت كثيراً عن موعدي مع أليكس، يجب أن أذهب على الفور. لم تساعدني فطائر المفضلة على النسيان. سأفكر بطريقة أخرى. كل ما أفعله بلا فائدة، إنني حزين جدا. انتهى، يجب أن أنساها. أين هي إيفا؟ لقد تأخرت. مرحبا آلة.
أليكس، أعذرني لأنني تأخرت. أهلاً إيفا، أخبريني، هل حصل شيء ما؟ لم يحصل شيء، الوضع كالعادة، أواجه المشكلة ذاتها. حسناً، هيا حدثيني. عن ماذا سأحدثك؟ إن أبي مشتاق لأمي ويفكر بها. أوه، ولكن قد افترقا منذ وقت طويل. هذا صحيح أليكس، لكننا، أنا وسوزي، قررنا مساعدته بطريقة ما. وكيف يمكنكما مساعدته في نسيانها؟ نحن سوف نعرفه على فتاة جديدة. لكنك قلت لي سابقاً أنه لا يريد التعرف على أحد. أجل، هذه المرة لن نقول أننا سنفعل ذلك عن قصد. بل يجب أن يتعرف على فتاة أخرى بنفسه ويقع في حبها. جيد، وكيف سيكون ذلك؟ فهو لن يقرر فعلها بهذه البساطة. وهل لديك أنت أي اقتراح لذلك؟ لا تكلمني مجدداً، فأنا لست بحاجة إليك أو إلى عملك هذا. ما الذي يحدث معي؟ لا يوجد لدي عمل ولا أسرة. إيفا، ماذا تريد أليكس؟ أصغي إلي، يبدو أنه خطرت في بالي فكرة جيدة. وما هي فكرتك؟ ما رأيك أن نقترح عليها أن تعمل لديكم؟ عن أي عمل تتحدث؟ أيها النادل، أحضر لي كوباً من العصير. حسناً، ما رأيك أن تعمل كجليسة؟ جليسة؟ لكننا أنا وسوزي بالغتان ولسنا بحاجة إلى جليسة. ما بك يا إيفا، أنت من طلب مني اقتراحا. حسنا، تبدو فتاة جيدة وطيبة أيضا. مرحبا يا آنسة، سمعتك تقولين أنك بحاجة لعمل. أهلا بكما، في الحقيقة أجل. لدينا لك اقتراح وأظن أنه سينال إعجابك كثيرا. أخبراني ما؟ إنه عمل كجليسة، لكنك لست مجبرة على مراقبة الأطفال. إذن ما الذي يجب أن أفعل؟ عليك فقط نشر جو المرح في المنزل، والأهم من هذا كله هو إشغال والدي عن الأفكار الحزينة. وهذا العمل الأخير سيكون المهمة الأساسية. لماذا يجب علي أن أفعل هذا؟ يجب عليك فعل ذلك حتى يكون والدي سعيداً، وسوف أدفع لك كمية كبيرة من النقود. حسناً، إنني موافقة. كنت واثقاً أنها ستوافق. لقد اتفقنا، إذن هيا لنذهب الآن. إيفا، ماذا عن موعدنا؟ أعذرني يا أليكس، ولكن يوجد شيء أهم الآن. إلى اللقاء. هيا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وأخيراً، لقد انتهيت من كتابة التقرير وقمت بإرساله. تفضلي، هذا هو منزلنا. إنه جميل جداً. حان الوقت لأعرفك على والدي. أبي، أبي. حسناً إذن، سأنتظر هنا حتى تعود. أوه ابنتي، هل عدت؟ لا، يجب أن أقدمها لإيفا. إن المنزل ليس سيئاً. مرحباً يا آنسة، من أنت؟ أهلاً يا سيدي، أنا فيوليتا. وما الذي تفعلينه في منزلي؟ أنا جليستكم الجديدة. عن أي جليسة تتحدثين؟ ليس لك أنت، بل للفتيات. لكنني لم أطلب أبداً. سأجد لنفسي فتاة أخرى وسأقوم بنسيانها. أهلاً بك، أنا سعيد برؤيتك، تفضلي بالدخول. أوه أبي، لقد كنت أبحث عنك، هل تعرفتما على بعضكما؟ أجل. ما رأيك يا أبي؟ ألن تمانع إذا عاشت الجليسة عندنا في المنزل؟ لا لا أمانع ذلك، لماذا يجب علي أن أمانع وجودها؟ كنت أريد أن أعرف إن كان هذا يزعجك أم لا. اتبعيني، سأعرفك الآن على منزلنا الجميل. إنني لا أفهم أبداً ما الذي يحاول والدي فعله. انظري كم هذا جميل. هذه هي مهمتنا الآن يا داشا. أجل، علينا إيجاد ملابس مناسبة لتلك الفتاة التي يجب أن تعجب والدك. إنني أتحدث عن هذا تماماً. سوزي، إنني أشعر بجوع شديد، ألا ترغبين في الذهاب إلى المقهى؟ في الحقيقة، لقد حان وقت الذهاب إلى المنزل، إن أختي دائماً تقول أنني لا أساعدها بشيء. حسناً، لنذهب وندفع الفاتورة. هيا بنا.
فيوليتا، أنت تمزحين بشكل مضحك جدا. شكرا لك، وأنت أيضا. حسنا، بما أنكما تفاهمتما سأترككما بمفردكما وسأذهب. مرحبا. لحظة، من تكون هذه؟ أوه يا ابنتي، سأعرفك، هذه الجليسة الجديدة لكما فيوليتا. أجل، مرحبا. ماذا تقول؟ عن أي جليسة تتحدث؟ سوزي، ما الأمر؟ ما حاجتنا بها الآن؟ إنها ستساعدنا. وثانيا يا سوزي، تصرفك هذا ليس جيدا. أبي، إنني لا أريد أن يعيش شخصا غريبا في منزلنا. حسنا، نحن سوف نخرج الآن. أحسنتي يا ابنتي، حاولي تنبيهها. اهذريني يا فيوليتا. لا عليك، أتفهم ذلك، فالمراهقون كلهم يكونون هكذا. أجل، لا أحد يستطيع فهم تفكيرهم أبدا. حسنا، يجب أن أحضر شيئا ما لنأكله، لن أتأخر. تحاولين فعله. ومن تكون هذه الفتاة؟ ألم تفهمي حتى الآن؟ إنها جليسة، لكن يا أبي وليست لنا. عن ماذا تتحدثين؟ أنا أتمنى أن يقع أبي في حبها وينسى حزنه. أنا لا أريد أن تكون بينهما أي علاقة. لماذا لا تريدين؟ فأنت لا تعرفينها. ولا أريد ذلك، فهي ببساطة لم تعجبني. إنني لا أستطيع فهمك. يبدو أنها ليست على ما يرام. حسناً، أظن أن هذا أفضل، أبدو جميلاً. لا، أوه، أنت هنا؟ جئت إلى هنا كي أبحث عن الفرشاة، لكنني وجدتها. بالمناسبة، إنها فرشاة جيدة. أظن أننا لم نتعارف جيداً، أليس كذلك؟ أجل، هذا صحيح، أنا ماكس. وأنا اسمي فيوليتا كما قلت لك. سررت بمعرفتك، ما رأيك أن نتحدث من دون قيود؟ كما تريد. ألم تنامي جيداً البارحة؟ أوه، لم أستطع النوم جيداً ليلة البارحة. هل كنت تتجولين في المتاجر طوال الليل يا داشا؟ هذا ليس مضحكاً. هكذا هم الفتيات. مرحباً يا أصدقاء. أوه، ما الأمر؟ لماذا تتأخران هكذا؟ لقد حضرت لنا جليستنا الجديدة إفطاراً وسببت لي الحساسية. لم تكن تعرف أن الطعام هذا لا يناسبك. إيفا، أخبريني، ما آخر الأحداث لديكم؟ لا شيء جديد، ببساطة أحد ما لم تعجبه جليستنا الجديدة. هذا غريب، لكن لماذا؟ إنها تبدو طيبة، وأظن أن والدك سيحبها. أخبريني يا سوزي، هل تضعين دواء على وجهك؟ البقع غير ظاهرة. جيد أنني لم أكل كثيرا، إذا استطعت إخفاءها بسرعة. لكنها في الواقع غير ظاهرة جدا. أجل، وبهذا سيكون الوضع في منزلكم مرحا. لا تقولي هذا. أتمنى أن لا يكون لدينا اختبار اليوم، لقد نسيت كتابة الواجب كليا. إنني أشعر بجوع شديد، هل يوجد لدينا شيء ما لنأكله؟ أظن أنه لا يوجد، لكنني سأحضر الغداء الآن. شكرا جزيلا لك. أظن أنها ستصنع طعاما لذيذا. سأقول لك سرا، إن بناتي لا يعرفن تحضير الطعام أبدا. لا عليك من هذا، فأنا أستطيع تحضير الطعام. إنني سعيد جدا بسماع هذا. نسيت أن أسألك، ما الذي تريدني أن أحضره لك على الغداء؟ في الحقيقة، إنني أكثر ما أفضل تناوله على الإطلاق هو الحساء. هذا غريب، هل تقرأ أفكاري؟ كنت أفكر بتحضير الحساء مع المعكرونة.
أجل. طعامي المفضل، شكرا جزيلا لك. كم يبدو رجلا لطيفا. إنني لا أفهم ما الذي وجده أبي في فيوليتا هذه. لماذا أنت هكذا؟ فيمكن أن جلستكم ليست سيئة. ماذا تقولين؟ أصمتي أصمتي. يجب أن نفكر جيدا كيف سنتخلص منها. ما رأيك أن تفكري بكيفية إحراجها؟ كيف؟ عندما تقوم بتحضير الطعام مجددا دعي لها الملح في الطعام دون أن يراك أحد من أسرتك. عندها سيظن والدك أنها ربة منزل سيئة وسيطردها. حسنا سأفكر جيدا في الأمر. كم هذه الرائحة شهية، قريبا جدا سأتناول الطعام. مرحبا يا سيدي. مرحبا يا أبي. أوه مرحبا يا أولاد. من أين تفوح هذه الرائحة الزكية؟ إنها فيوليتا، هي تحضر لنا غداء شهيا جدا. قلت غداء؟ هذا جيد، أنا أشعر بالجوع ولا يمكنني احتماله أبدا. سأناديكما عندما يكون الغداء جاهزا. حسنا إذا سنذهب لتحضير دروسنا. حساء، هيا بنا. رائحته شهية. هيا تحرك أليكس. رائحة شهية. أوه سوزي مرحبا. مرحبا. ها أنا أحضر الحساء الذي يحبه والدك، وقريبا سوف نأكل. لماذا لا تفكر بالإيقاع بها؟ كيف؟ عندما تقوم بتحضير الطعام مجددا دعي لها الملح في الطعام دون أن يراك أحد من أسرتك. إن فكرتها ليست سيئة. كيف أحوالك؟ أنت جائعة؟ أجل بالمناسبة رائحتها شهية. هل قلت أن هذا الحساء الذي يفضله والدي؟ أجل لقد فرح كثيرا عندما قلت له أنني سأحضر له الحساء. سأذهب وأخبره أن الطعام أصبح جاهزا، وأنت اذهبي واغسلي يديك. إن رائحتها لذيذة حقا، ولكن لن يكون طعمها لذيذا. أظن أن أبي سيحبها هكذا أكثر من السابق. لا يجب أن أضع المزيد من الملح. أصبحت جاهزة. كم تبدو رائحتها زكية. انظر إلى هذا، لم أره من قبل. بالمناسبة هل تصالحتما أنت وسوزي بعد خلاف يوم أمس؟ إننا لم نختلف لكنني لا أستطيع فهمها. أجل إنه وضع صعب جدا، لكن لا تقلقي. لقد انتهيت. مرحبا. هيا بنا يا إيفا. أليكس. حسناً. أوه انظر كم تبدو شهية، لدي رغبة بتذوقها. ما بكم؟ ما الذي ننتظره؟ كم تبدو رائحتها شهية. شكراً لك يا فيوليتا، إنك أفضل امرأة في العالم كله. إن هذا ليس صعباً. رائع، يتحدثان بدون قيود. لقد حان وقت الطعام. إنها لذيذة جداً. أجل إن طعمها لذيذ جداً. حقاً إنني سعيدة جداً لأنها تعجبك. أجل أعجبتنا. ولماذا قلتم لي أن طعمها لذيذ جداً؟ أنت نفسك من حضرتها وقلت لنا أنك ربة منزل جيدة. لا مشكلة يا سوزي، فهذا يحدث أحياناً، لا عليك من ذلك. كل شيء على ما يرام، أليس كذلك؟ أظن أنه يمكننا طلب الطعام من المطعم. أرجوكم اعذروني فأنا. ماذا فعلت؟ لقد قمت بإحراج فيوليتا. أظن أنه لا شأن لنا، فهي من حضرت الطعام.
سوزي، إنها لم تتقصد ذلك. ومن يدري، كل شيء ممكن. طعمه لا يطاق أبدا. إنني لم أضف ملحا كثيرا إلى الحساء. أنت هنا، هذا جيد. اسمعيني، لا تحزني بهذا الشكل، إنه مجرد حساء فقط. ليس هذا هو السبب يا ماكس. كلما أردت القيام بأي شيء تسير الأمور على العكس تماما. حسنا، لا مشكلة في ذلك أبدا، فكل شيء على ما يرام. هل تتصورين؟ لقد أحرجت نفسها بنفسها. هل ترين؟ لقد حدث ما قلته لك بشكل رائع جدا. يجب أن أفكر كيف يمكنني أن أوقع بها أمام أبي. يجب عليك معرفة كل شيء عنها في البداية. سأحاول القيام بذلك، فمن الممكن أن يكون لديها أسرة. لا أعتقد أن لديها أسرة. لكنني سأقول لأبي أنه لديها أسرة. إنها فكرة رائعة. انتهيت وأصبحت جاهزة. مرحبا يا ابنتي، في الحقيقة أنا يوجد لدي سؤال لك. اسألني يا أبي فأنا أسمعك. حسنا، كيف أقول ذلك بشكل مفهوم؟ أردت أن أسألك فقط، ماذا سأهدي فيوليتا؟ لأنني محتار بشأن الهدية. أبي، لقد ظننت أن شيئا ما قد حدث. لكن كيف أقول لك ذلك؟ أخبرني يا أبي، إن وجد بينكما إعجابا متبادلا فأنا سأساعدك في ذلك. وهل كنت تشك في هذا؟ لكن ماذا عن تلك الهدية؟ أصغي إلي، نحن الفتيات نحب كثيرا الأزهار والحلويات. لا مشكلة مع الحلويات أبدا، فسأحضرها، ولكن ماذا بشأن الأزهار؟ يجب أن تعرف قبل ذلك أي نوع من الأزهار تحب فيوليتا. حقا؟ أبي، اذهب إليها الآن واسألها. لا لا، من الأفضل أن تسأليها أنت. سأذهب إليها وليحدث ما يحدث. أجل، أنا ذاهب إليها. هيا اذهب. كنت أظن أن الرجال أصحاب قرار، لكنني مخطئة. سأضع هذه هنا وهذه هنا، والآن أصبحت مرتبة بشكل جيد. مرحبا. مرحبا، ما الذي تفعلينه هنا يا سوزي؟ اسمعيني يا فيوليتا، قولوا لك بشكل مباشر إنك لا تعجبينني أبداً، وأريدك أن تخرجي من منزلنا، فأنا لا أحتملك. لماذا علي أن أستمع إلى كلامك هذا؟ فوالدك من يقرر ذلك. لا مشكلة في ذلك، فقريباً جداً سيتأكد من أنك لا تناسبيه. ولكن يا سوزي، ما الذي فعلته لك؟ لماذا تفعلين معي هكذا؟ كنت أريد أن يتصالح أبي مع أمي، وفجأة ظهرت أنت وأفسدت كل شيء فكرت به. لقد كان هذا خيار والدي. يكفي، لقد مللت منك ولا أريد أن أسمعك مجددا. أنا ذاهبة، نتحدث لاحقا. توقفي، أنا لست غبية، والآن فهمت كل شيء. وما هو الشيء الذي فهمتي؟ أنك أنت من وضع ملحا في الحساء وأفسدت كل شيء كنت أحاول فعله مع أباك. أنا لم أفعل هذا. أجل أجل أجل، لقد نسيت أن أضيف ملحا في الحساء، ولكن هناك من ساعدني في ذلك. لذلك إن لم ترغبي بأن أحدث أباك عما فعلته بي ذلك اليوم، فدعينا نعقد اتفاق صلح. حسنا. حسنا، لقد ظنت أنني لا أفهم أي شيء. فيوليتا، لقد أردت أن أطلب منك شيئا فقط. ما هو؟ ما هي أنواع الأزهار التي تعجبك؟ أزهاري المفضلة الوردية.
أحب هذا اللون كثيراً وخاصة على الأزهار. لقد فهمت. إلى اللقاء، أراك لاحقاً. أها. أوه، لقد وجدتها. يا إلهي، يجب تنظيف كل شيء. هاي سوزي، لماذا تبدين غاضبة جدا هذا اليوم؟ لن تصدقي ما حدث. ما بك؟ هيا أخبريني يا سوزي. لقد عرفت فيوليتا أنني من وضع الملح في الحساء الذي صنعته. هكذا إذن، بهدوء يا أليكس حتى لا تسمعانك. علينا التفكير كيف سنوقع بها أمام أبي مرة أخرى. أخبريني، هل قالت كل شيء لوالدك؟ كلا، لم تخبره بالشيء، لكنها كانت تهددني بذلك. من أين جاءتكم هذه الذكية؟ هيا تابعة. ماذا؟ ذكية؟ ما بك يا داشا؟ أنت معي أم مع فيوليتا؟ إنني معك أنت بالطبع. سوزي، ما الذي قررت فعله الآن؟ حتى هذه اللحظة لا أعرف، ولكنني أفكر بشيء. أظن أنه عليك التفكير جيدا. يا إلهي، يجب تنبيه إيفا بطريقة ما. مرحبا، إنني أسمعك. حسنا، سنأتي حالا. من الذي اتصل بك؟ صاحب متجر الألبسة، لقد وصلت التخفيضات إلى 90% على كل شيء. أوه، لنذهب للتسوق حالا. هيا بنا. حسنا، هذا ما حصل ذلك اليوم، يجب الاتصال بإيفا حالا. مرحبا. مرحبا إيفا، لقد سمعت شيئا مهما جدا. أليكس، ما الذي حصل؟ ما الذي سمعته؟ سنتحدث بذلك مع والدك، فأنتما الاثنان يجب أن تعرفا هذا الأمر المهم. يكفي، أنت تقلقني كثيرا، نحن بانتظارك. حسنا، سأصل في الحال. رائع، يجب إيجاد أبي لأحدثه عما فعلته فيوليتا. لكن علي وضع هذه في غرفتي أولا. لقد علمت أن أبي سألك عن نوع الأزهار الذي تحبيه. أجل، هذا ما حصل. هل كان فرحا لذلك؟ لقد جئت إليك من أجل شيء مهم. ما هو هذا الشيء؟ أتذكرين عندما تحدثنا عن النقود سرا لكونك جليستنا في لقائنا الأول؟ أجل، أذكر ذلك. خذي، هذا هو مرتبك للشهر القادم. كلا، لا تلزموني النقود، فوالدك أكثر أهمية منها. حسنا، هذا جيد، لست مضطرة للكذب بعد الآن. وأخيراً عرفت الحقيقة، إن إيفا تدفع نقوداً لفيوليتا كي تقضي وقتاً طويلاً مع أبي. هذا رائع، يجب علي الآن أن أخبر والدي بخطط إيفا. ماذا هناك؟ هيا أخبرني ما الأمر يا أليكس. لحظة، أين هو والدك؟ أعتقد أنه ذهب إلى موعد ما. يجب علينا أن نتكلم، لكن عندما يعود إلى المنزل. أخبرني ما الذي يحدث؟ أوه، إيفا، هل يمكنك أن تنادي فيوليتا من فضلك؟ سأناديها في الحال. انتظري، يجب أن أروي لكما شيئاً قبل ذلك. أوه، أبي، هل عدت إلى المنزل؟ كما ترين. حسناً، إذن يجب أن أروي لك شيئاً مهماً. هل اتفقتم جميعاً على إخبار أشياء مهمة؟ لنذهب إلى الصالة، فأنا سأحدثك أولاً. فيوليتا، هيا تعالوا. سأخبركم الآن. مرحبا. لقد رأيت بأمي عيني هذا اليوم كيف أخذت فيوليتا النقود من إيفا مقابل خطتهما. من أجل ماذا؟
لكي تقضي أطول وقت ممكن معك أنت يا أبي. سوزي! لكن كيف ذلك؟ فيوليتا، هل حقاً قمت بأخذ النقود من ابنتي مقابلاً للقائك معي؟ لا، لم يكن الأمر هكذا. كيف كان إذن؟ أنا سأقول لكم كل شيء. أليكس، وما الذي يمكنك قوله له؟ أنا سمعتك، لقد سمعت سوزي وهي تقول لداشا أنها هي من وضع الملح في الحساء. هكذا إذن، أنت من فعل ذلك؟ لكن لماذا؟ أبي، لا أريدك أن تكون معها. وماذا عن أمي؟ من الممكن أن تعود إلينا فجأة؟ إنها لا تحتاجنا، وأبي سعيد برفقة فيوليتا، ألا تفهمين ذلك؟ يكفي يا فتيات لحظة، فأنا لم أفهم شيئا حتى الآن. هل دفعت لك إيفا نقودا مقابل أن تقضي الوقت معي؟ أرجوك أريد أن أعرف الحقيقة. لقد أرادت أن تدفع لي. لا، لا حاجة لي بالنقود، فوالدك أغلى منها، لكنني رفضت قبولها. أجل، هذه هي الحقيقة. ألا تصدقني؟ أبي، إن فيوليتا كاذبة. يبدو لي أنك أنت من تكذبين. لم أتوقع هذا منك، خيبت ظني. هكذا إذن. حسناً، سوف أريكم جميعكم. لن أسمح لها بالعيش في منزلنا. من الأفضل لك يا ابنتي أن تذهب إلى غرفتك وتعيد التفكير في كل شيء قلتيه. حسناً، أنا أتوقع أن هذا المساء سيكون هادئاً جداً. لا مشكلة في ذلك، فهي ستعيد التفكير وسوف نصلح كل شيء. وأنا أيضاً أظن ذلك. فيوليتا، هل يمكنني دعوتك إلى موعد؟ حسناً، إنني موافقة، لكن علي أن أحضر نفسي أولاً. حسناً إذن، سأنتظرك. لن أتأخر، لا يمكنني تصديق ذلك. أبي، أنت رجل رائع حقاً.